احتضان الجزائر للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية سنة 2025 يؤكد مكانتها كقاطرة للتنمية في القارة ودورها في نشر الأمن والسلم والاستقرار. مواقف الجزائر الدولية اليوم ومن خلال مواقف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمكننا أننا دولة سلام، دولة سلم، دولة باحثة دائما عن الاستقرار، دولة دائما تدعم ما كل ما يسبق إلى الاستقرار. وعندما نتكلم على الاستقرار نتكلم على الاقتصاد، وعندما نتكلم على الاقتصاد نتكلم على التجارة. الجزائر هي اليوم قاطرة من في قارتنا الإفريقية وعبر العالم. اختيار الجزائر لتنظيم الطبعة الرابعة لهذا المعرض يعود أساسا لمكانتها الاقتصادية ولما تتوفر عليه من هياكل قاعدية وشبكة مواصلات ومنتوج محلي متنوع. الجزائر قدمت الترشح نتاعها، قدمت كل المؤهلات اللي تزخر بها، وفيه هناك لجنة يترأسها خبراء، يترأسها مؤسسات إفريقية من الاتحاد الإفريقي، من الإكزيم بانك، من الياتياف، من الاتحاد الإفريقي، اللي مروا كل هذه الشروط المطلوبة اللي تطلبها هذه التظاهرة ولقاوها متوفرة في الجزائر. إمكانات مادية متنوعة، مواقف سياسية ثابتة ودور رائد في نشر السلم إفريقيا، كلها عوامل ستجعل من الجزائر قبلة لأكبر محفل اقتصادي قاري، محفل سيساهم في تعزيز حجم التبادلات البينية واستغلال كل الفرص والمؤهلات التي تحوزها القارة.